السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، معكم نسيم. أخواني، في هذه الحلقة أريد أن أقدم لكم فيديو جديد في هذا الموسم، يعني أول إنتاج بإذن الله. كما تشاهدون أمامكم قفص الإنتاج، والأزواج تقريبا أنهوا بناء العش، يعني عندهم يومين في بناء العش، وهذا يعني بداية جميلة إن شاء الله في هذا الموسم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. هذا فيما يخص الكناري. أما الحسون فمازال أمامنا وقت قصير إن شاء الله لبداية الإنتاج إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.